المراكز الأولى نبدأ كالعادة من الأسفل ولا لا؟ 100,000 ريال والله تستاهلون كله، تبي تقسموها بينكم قسموها، والله تستاهلونها ما يحتاج والله على رأسي. هذا صوت أبو كاتم، حياك الله أبو كاتم، مرحبا، أخبارك تمام؟ الله حيك، كيف أداء الشباب؟ طيب الفائز بالنسخة الأولى لبرنامج تلفزيون الواقع حياتك بمبلغ 100,000 ريال هو أنا ماني راح قايل إنه في اليمين نهائيا، هو في اليسار، اللي فاز 100,000 في الجهة اليسرى هلو محمود، صالح الفرحان، فواز الشمري، عبد الله الشهراني، قريب مرة عبد الله الشهراني، عبد العزيز بن سعيد، فيصل بن قربة، سرور روقي، منصور القرني، سرور منصور، عبد العزيز وانت ليش؟ ما شاء الله البرايم جاوبت كله البارحة، حظك وش عجاجة؟ طيب، فواز الشمري وعبد الله وصالح هذا، الفائز بالمركز الثالث بالنسخة الأولى لبرنامج حياتك هو السرور الروقي، يستاهل ألف مبروك. ألف 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 مبروك بقيمة 100,000 ريال للمتسابق سرور الروقي المركز الثالث لبرنامج حياتك النسخة الأولى. الآن نتعرف على الفائز الثاني لبرنامج حياتك بقيمة 200,000 ريال. تبون نعلن الأول ولا الثاني ولا الكل ولا البعض؟ الثاني، الثاني ولا الأول؟ ثانية السيب جاليري، ثاني خصومات مستمرة أكيد، جمهور بداية بس طبعا استاذ. طيب أوكي،